الأمر أجبت من على الباب، وكان شابا فلسطينيا وسيما جدا، ظننت أنه يشبه عمر الشريف. لكن في ذلك الوقت أعتقد أن كل العرب شكلهم كشكل عمر الشريف. لاحقا أدركت ذلك، وقال إنه من جامعة محلية من اتحاد الطلبة الفلسطينيين الجامعيين، وقال إنه يريد الدخول للتحدث مع قادة الحزب عن فلسطين. فقلت له لا يوجد أي من القادة هنا، وإن بإمكانه أن يتكلم معي وأنا سأكلمهم. وكنت في 21 عندها، وهكذا دخل وتكلم لمدة ساعتين، وقد كان يوما في منتصف الصيف، وأذكر هذا بوضوح حتى اليوم. وكان مفتونا بالتحدث عن تفاصيل النكبة والكارثة التي حلت على شعبه وواجهها شعبه، وقد قام بذلك بمهارة جيدة جدا في الواقع وبإخلاص كبير، لأنني بعد مرور تلك الساعتين أصبحت عضوا فعالا في المقاومة الفلسطينية، وظللت كذلك حتى يومنا هذا وحتى مماتي إن شاء الله. هل تذكر اسم هذا الشخص؟ كان اسمه سعد جعبجي، الدكتور سعد جعبجي. وهناك قصة طريفة مرتبطة بذلك. كان ذلك في عام 75. في 78 غادر مدينتنا، ولم أسمع منه شيئا طوال 21 سنة التالية، وافترضت أنه مات. فقد تصورت أنه وظفني وأنني عملت الكثير خلال 21 سنة تلك، وأنه ملزم بأن أذهب إليه أو أن يتصل بي ليقول لي قمت بعمل جيد، لذا افترضت أنه ميت. وبعدها كنت بين حشد كبير جدا في عمان في الأردن في مقر مجمع النقابات، سمعت صوت رجل يهمس في أذني قائلا أنا سعد جعبجي من جامعة داندي. وكانت هذه أول مرة أسمع منه أو أراه خلال 21 سنة. والمضحك في الأمر هو أنه اتضح أنه ترك العمل السياسي منذ زمن طويل جدا، وأنه اتجه إلى قطاع الأعمال وأصبح مليونيرا. فقلت له شكرا جزيلا لك، لقد تركت لي هذا الصراع وأصبحت غنيا. لكن هذا الرجل غير حياتي، ليس بطريقة جيدة فقط، بل بطريقة جيدة وسيئة في الوقت نفسه. شكرته مرات عديدة في نفسي ولعنته في كثير من الأحيان. انشغاله بالبزنس وأصبح مليونير، ألا يشعرك هذا بالإحباط، أو على الأقل يشعرك بالندم أنك مشيت في هذا الطريق وتمنيت لو أنك مشيت في طريق آخر؟ لا، لست نادما على الطريق التي اخترت المضي بها. هو يمتلك الكثير من المال، لكن أنا أملك الكثير من الحب.